صباح النور. نعم، هنا مساء الخير. كيف هي مجريات هذا اليوم في كاليفورنيا؟ ألو، كيف ستكون مجريات هذا اليوم في كاليفورنيا؟ نعم جدير، كما أشرتم هناك أكثر من 19 مليون ناخب ونصف مسجلون حتى الآن في كاليفورنيا، وهي نسبة غير مسبوقة، ما يعني أن حملات التشجيع التي يقوم بها الديمقراطيون والجمهوريون التي تحث الناخبين الذين لم يكونوا ينوون التصويت يوم الثلاثاء إلى النزول إلى صناديق الاقتراع. واليوم أيضا كنا أشرنا إلى فتح 4 مراكز اقتراع لتصويت المبكر في لوس أنجلوس، وشهدنا العشرات يقفون في طوابير طويلة جدا رغم الطقس الحار جدا هنا اليوم للتصويت في هذه الانتخابات. وأريد أن أشير إلى حدثين مهمين اليوم في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. الأول كما تعلمون إجلاء ترامب من على المنصة في نيفادا في مدينة ريو، والثاني هي إيميلات أو رسائل إلكترونية الخاصة بكلينتون، حيث أشارت إلى اكتشاف بريد إلكتروني جديد كانت قد أرسلته إلى ابنتها وهو مصنف من الرسائل السرية. هذه الإيميلات أو رسائل إلكترونية لابد أنه سيكون لها تأثير على الناخبين في كاليفورنيا، ولكن تبقى استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم كبير لكلينتون على ترامب. كاليفورنيا خلال أكثر من عقدين ونصف من الزمن هي ولاية ديمقراطية بامتياز، تمنح المرشح الديمقراطي 55 صوتا، وهي الأصوات الأعلى في أي ولاية أمريكية، ويعني نحو 20% من الأصوات التي تخول المرشح لدخول البيت الأبيض.